بعد غروب الشمس، لا أحد معي، لا أحد يسمع صوت ذلك الرجل، لا أحد يراه. في كل ليلة وحينما الجدران تغلق والأبواب، يخرج من جراحي التي تسيل، وفي زنزانتي يسير. كان أنا، وكان مثلما كنت أنا، فمرة أراه طفلا، ومرة أراه في العشرين. كان عزائي الوحيد وحبي الوحيد، كان رسالتي التي أكتبها في كل ليلة، وكان طابع البريد للعالم الكبير، للوطن الصغير. في هذه الليلة قد رأيته يخرج من جراحي ساهما، معذبا حزين، يسير صامتا ولا يقول شيئا، كأنه يقول لن تراني مرة ثانية، لو اعترفت، لو كتبت.